توحشناك وتوحشناك وتوحشناك توحشناك. محاول حسين أشيبان بن محمد أشيبان المزداد سنة 1903 بقرية زرونيت الحسن دائرة القباب إقليم خنيفرة الملقب بالمايسترو منذ سنة 1984. أشيبان محاول حسين الوالد ديالي عنده 110 سنة، راه تزاد في زرونيت الحزن الدائرة التغسالي دائرة القباب قيادة التغسالين إقليم خنيفرة. محاول حسين هو الاستاذ ديال المغرب، داك الشيء اللي كنشوف في الريوس ديال الفرقات ما حتى واحد ما يقدر يوصل اللعب ديال محاول حسين. Yeah.
محاول حسين الشيبان راه ملي كنت صغير لقيت ما سي محاول حسين الشيبان راه هو خدام كيلعب وتنتمنى باش نلعب به. ملي كبرت ودخلت عنده وهو الاستاذ ديالنا. التاريخ ديالو كيشهد على انه كان يعني ضمن القوات، يعني كان ضمن في القوم، يعني باش نعطي نوضع المشاهد في الصوره، كان قومي وكان جندي يعني في الجيش الفرنسي. اذا كان دائما مرتبط بالطبيعه، وقوه الملاحظه ديالو جعلته انه بحال الناس اللي كانوا كيديروا لي زار مارسيو او الفنون الحربيه، يعني في الدول الاسيويه كل حركه عنده واحد الرمز ومرتبطة بواحد الحيوان. تبارك الله في الحرب العالميه ومقاوم وجوج التحرير، راه ما بغاش يهضر الجامع، بقاتلو 15 يوم لانتريت وخرج سمح في لانتريت، سمح في كل شيء، عطاوه قيد ما بغاش يجلس بلاصتو. غير سيتعجب، مالو لي تعجب، ولات تطرب داخل
يعجبي وين اللي تقات عجبي تيايتنس بزاف عادي تشم العقل. المتنبي قال الخيل والليل والبيداء تعرفني وغادي نوقف هنا باش نرجع لمحاول حسين شيبان اللي هو كان فارس ولهذا في الحركات ديالو كنشاهدوا فيه بانه كان كيستعمل اليد ديالو وكيرمز يعني للفرس يعني بالجماليه اللي عطاه الله ويعني بالاناقه اللي عطاه الله وكنعرفوا الفارس والفرس ديالو كيكون واحد التناغم يعني بيناتهم واحد التفاهم. حسين الشيبان هو وجه من وجوه الثقافة المغربية الأصيلة، يمثل فن أحيدوس. السي الشيبان كبر في واحد البيئة تشبع بالثقافة الأمازيغية الأصيلة وتشرب مبادئ الفن منذ نعومة أظافره. Thank you.
محمد حسين اسطوره ديال الحجاز، راه شي حاجه اللي هي ما كنلقاوهاش في بزاف ديال 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 الحجاز، وهو هو براسو راه مازال لحد الان مازال الحركه ديالو، ولا غير حتى في المشيه ديالو ولا في الحركه ديالو مع السلام مع حد اخر ولا شي حاجه، دائما الملامح ديالو كتعبر على حجاز ديال زيان ولا ديال الاطلس المتوسط. كيعطي الله لشي واحد ما كيقدرش الاخر مثلا باش غادي يقلدوه مزيان. انا بالنسبه ليا ملي كنشوف الناس كيبغيو يقلدوه ما كيعجبونيش، انه ما كيقلدوش مزيان ما كيخليوش مثلا يديروا حاجه اخرى. محمد حسين كيبقى بوحدو، كيبقى عنده السير ديالو بوحدو. باش محاول الحسن كتب غير 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 تنسات التفخذات اتيدا الصياد هذه تاوي ذاك الشوم. يمكن اولا وضع جغرافيا لحيدوس، حيث ان هذا الفن يمتد من الجنوب الشرقي حتى المنطقه ديال الخميسات، ونجده صداه كذلك في منطقه القنيطره والغرب.
الخياله راه كيركب فوق العود كيمشي مع الخياله، كيمشي مع الخياله كيركب فوق العود تيسالي يسالي والخياله ويرجع ويدير الحيدوس ويرجع للحيدوس من الحيدوس ويرجع للخياله. حول الحسين ربانا بالسياسه بالضحك وباللعب كل شيء كيجيه هو هذاك كيعلم من غير الكتاب كيدير هاك وكنحبسو وكيجي داك الشيء من داك الشيء الرياضي كندير المجهود ديالي باش نجيب العز المغرب ما كنجيبوش لراسي
محاول حسين راه خالي، مشيت معاه في الفرقه من المسيره، راه دار الفرقه قدامنا، مازال انا صغير ودار الفرقه، حتى تخاسم شويه مع ذاك الفرقه الاولى وعيط لينا ودرنا معاه الفرقه من المسيره. كاين معانا حفتي، كاين صغير الحاج، كاين وشجيع السعيده مهاوش الحسن، كاين عبيد العبود، كاين صبار بوعزه، كاين صابر تاقي، درنا الفرقه ومشينا معاه. هو الراجل مزيان كيعطينا الله فينا، ذاك الساعه مازال صحيح كيعطينا الله فينا، الله يعمرها خيمه. لا مشينا لاوروبا، شحال تسالينا في اوروبا، مشينا الماليكان، وصلنا لوادي زني، وصلنا لنيويورك، وصلنا حتى لوشونجيليس، ومشينا لواحد العام للسعوديه، ومشينا للكوتيبوا، ومشينا للجزائر، والمغرب تسالينا المغرب كاع، من طنجة الى القويرة تسالينا المغرب كلشي مع محاول حسين. ربي يهدي في سدامير زباش الباب الخير يصرح في الجيران.